تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير عن أحمد إسماعيل. أحمد إسماعيل هو طالب مصري بيبتكر وبيصنع أجهزة من الحاجات القديمة، يعني بيعيد تدويرها، بيعمل بيها ريسايكلينج. أحمد عنده كام سنة؟ عنده 11 سنة، من مركز فوة التابع لمحافظة كفر الشيخ، والحقيقة إنه مقيد تبع الموهوبين في التعلم الذكي في كفر الشيخ. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلتنا مارينا أمير مع أحمد إسماعيل، 11 سنة بيعمل ريسايكلينج، بيصنع منها أجهزة. ده الطالب المصري والنموذج اللي عايزين نشوفه، وبعدها على طول نتكلم مع الدكتور رضا حجازي عن التربية والتعليم وعام دراسي جديد وسعيد بإذن الله. أنا أخدت كذا شهادة من كذا مكان، ومقيد بالموهوبين والتعلم الذكي بكفر الشيخ. أنا أول حاجة عملتها مروحة، وكانت الحاجات قدامي هي كانت لسه مجسم، بس لما وديتها المدرسة قالوا لي عايزينها تشتغل بالكهرباء. قلت لبابا يجيب لي موتور والسلك والمفتاح وكل حاجة عايزة، فبعدين وصلت كله وشغلتها بالكهرباء ووديتها لهم وكرموني. عملت كبة برضو من خامات البيئة، كانت قدامي علب فاضية فجمعتها على شكل كبة. وعملت كمان خلاط عبارة عن علبة حديد وبرطمان بلاستيك. كان عندي مسابقة في المدرسة فطلبوا مني ان اعمل حاجة بتشتغل بالكهرباء بتبين مفاصل الرجلين والحركة الدموية. عملت الكواكب، جبت موتور وبطارية والمفتاح، وجبت كور وبعدين لونتها. عملت أباجورة عبارة عن اسطوانة كرتونية والدويل بتاع اللمبة. أنا كمان بعرف أرسم، برسم بالفحم، رسمت سعاد حسني. نفسي أطلع مهندس وعالم زي أحمد زويل. نفسي أعمل ابتكارات تفيد بلدي، زي مثلا نفسي أعمل غواصة، نفسي أعمل طيارات. بنصح الأطفال اللي زي إنهم يفضلوا يتعلموا ويبتكروا حاجات تفيد بلدهم. أنا اكتشفت موهبة أحمد من سن صغير جدا قبل دخوله المدرسة. كان مختلف عن الأطفال، ما كانش بيحب يلعب زيهم، ما كانش بيحب يتفرج على التلفزيون ولا على الكمبيوتر. كان دايما يدور على أي حاجة في البيت عايز ياخدها، كان دايما بيدخل وراء المطبخ يدور على أي حاجة ياخدها عشان هو يركبها ويعمل بها حاجة. فعرفت إن هو في حاجة مختلفة عن بقية الأطفال، فبدأت من هنا أهتم بيه. بقى المفروض إن الموهوبين التعلم الذكي وظيفته ان هو بيبقى حلقه وصل ما بين المدرسه وما بين الوزاره. اللي زي احمد المفروض ان في مرحله الابتدائي انه بيتابع من 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 سنه اولى ابتدائي، من ثانيه ابتدائي. المفروض ان يبقى في كل مدرسه مبلغ للنشاطات، ان انا اجيب اجهزه للناس، ان انا اجيب الموهوبين وتعلم الذكاء، اجيب ناس تدرب داخل المدرسه. لكن انا مش هقضيها شهادات تقدير، انا عنده 50 شهاده تقدير. عايز منك دعم للمدرسه، عايز منك ناس متخصصة تخش المدرسة وتشوف الطلبة دي محتاجة ايه، عايزك تتابع معايا انا كولي امر، وعلى الاقل يبقى في كورسات للطلبة دي.